الإعلان بسرعة على هذا الخبر، وبالتأكيد لو أتتنا تفاصيل أخرى سنوفيكم بها. حلو أنه الإعلام يبقى متواصل مع الوزارة. أنا أشكرك وأحييك على هذا الهدوء. المطلوب في الإعلام الآن في هذه الفترة اللي تعيشها تونس ومصر وكذا بلد عربي، أنه الإعلام يكون أكثر هدوء. أنت الآن كإعلامية عالجتي خبر بكل هدوء، وبالتالي أنا كمشاهد سيصلني بهذا الهدوء وسأتقبل مشكلة الرشوة، يعني سأتقبل الخبر بهدوء. لكن لما مذيعة أو مذيع بصوت عالي ونشتم قبل ما نعرف الحقيقة بتاع الراجل تمسك ولا لسه وكذا، فاحنا مش محتاجين ده. الان محتاجين لاعلام تنوير واعلام بناء. ممكن اختلف مع النظام، ممكن اختلف مع وزير كذا او وزير كذا، لكن نختلف بهدوء ونتناقش بهدوء. ازاي حضرتك شايف الاعلام العربي بعد الثورات اللي اطلق عليها اسم ثورات الربيع العربي؟ اولا الربيع العربي جالنا من اوروبا في 24 ساعة واحنا خدناه مسلم واستعملناه. هو سي لو برينتون اراب، الربيع العربي بالظبط. فجالنا رساله كده وخدناها واشتغلنا بيها. انا عشان ما اظلمش كل الاعلاميين العرب في البلاد العربيه اللي حصلت فيها الثورات، تقريبا بنسبه كبيره لم نفهم وربما لم نميز بين معنى الحرية أو التهور. احنا ما فهمناش، أنا كإعلامي ما فهمتش أستغل الحرية دي إزاي. في اللي يستغلها بطريقة عشوائية وبطريقة ممكن سوقية، آسف على الكلمة، وتهور. وأنا شفت مذيعين أصبحوا أرجوز يعني، وهذا مش هذا دور الإعلام. في مذيعين يعرف يتعامل مع هذه الحرية، ممكن يوجه نقد لكن بهدوء كامل بتحذر. هذا الإعلام المطلوب الآن. يا جماعة البلد بتمر بكذا كذا أزمة في كل المجالات، فياريت الإعلام يكون أكثر هناية شوية على البلد. أنا مش عايز أشوف شوبير يتخانق مع مش عارف مين. لأ. ولكن لو كان هذا حدث موجود، هل الإعلام